عام 1879 للتنين 1 أدار 2021، كل يلي محضرين شبكاتهم صار وقت الربح النقدي مع لليبانيز دي جو. الجوائز لليوم كلها حلوة وعم تتراكم من سحب للتاني. ما حدا يقول أنا ما عندي حظ، مع اللوتو اللبناني على طول في مفاجآت، ومين بيعرف كيف رح يبرم دولاب الحظ من بعد ما يبرموا الطابات ال 42 بالمكنة. فيكن تكونوا لاعبين شبكة، فيكن تكونوا لاعبين خمسة، فيكن تكونوا لاعبين 10 شبكات، شو ما كان بالقليلة لازم تكونوا دافعين حق شبكة واحدة 2000 ليرة لحتى تفوتوا بفرصة ربح المليارات مع اللوتو اللبناني. بالنسبة للجوائز سمعوني كتير منيح، الجائزة الأولى لليلة حلم، وإذا ربحت وتحقق هالحلم قيمة الجائزة عدا ونقدا 5,856,600,494 لبنانية. واو، يعني بتتحقق أحلام كتار وما فيكن تتخيلوا شو فيكن تعملوا بهذا المبلغ، لأنه رح تحصلوا عليه كاش من لليبانيز دي جو تاني نهار. بالنسبة للمرتبة الثانية ما في عليها تراكم بما أنه ربحت بالسحب الماضي، وبتبلش قيمة الجائزة معنا اليوم حوالي 150 مليون ليرة، ومثل العادة إذا ربحت منحدد قيمتها بالضبط. أما زيد اليوم السحب عادي وقيمة الجائزة 51,739,139 ليرة لبنانية. بالتوفيق للجميع، أكيد إن شاء الله كل حدا حامل شبكة لوتو لليلة تكون ورقته ربحانة. ومثل العادة قبل ما ننتقل للمكنة، موجودة معنا اليوم باستوديو مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وسحوبات اللوتو اللبناني مدام كريستال نعم طلع. مساء الخير كريستال. مساء النور، كيف صحتك؟ الحمد لله. رح ننتقل تحت إشرافك هلأ إلى المكنة لنشوف شو رح تختار من طابات لسحب الليلة. كلنا ناطرين التركيبة يلي رح تختارها مكنة اللوتو، خصوصي انه الجائزة لليوم كتير عالية. الأرقام لليلة رح بيكونوا على الشكل التالي: 33 أول طابة، 36 طابة ثانية، 22 الطابة الثالثة، 4 طابة الرابعة، 16 طابة الخامسة، 34، عنا 33، 34، 36، 16، 22، 4. والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية رقمها 41. هودي هن طابات اللوتو لليلة، عم ترجعوا تشوفون مرة جديدة وبصورة أوضح وراي على الشاشة. إذن مع اللوتو ما في عنا أرقام حلوة وأرقام بشعة، كل الأرقام حلوين لأنه ما حدا بيعرف التركيبة يلي وراي بشبكة مين مساقبة ويمكن تربحكن المليارات. هلأ من اللوتو رح ننتقل لسحب زيد مع نفس رقم السحب 1879. زيد مؤلف من 5 أرقام، نبدأ مع أول طابة ورقم 3، 9 طابة ثانية، 5 طابة ثالثة، 9 عن جديد، وصفر. إذن 0 9 5 9 3 الأرقام يلي
كتير بخوكن لزيد لليلة. انتبهوا كتير منيح انه رقم زيد مش انتو بتختاروه، بمجرد ما تكونوا دافعين 1000 ليرة زيادة على شبكاتكن الرقم بيكون موجود تلقائيا بأعلى الشبكة. اذا في كلمة وي يعني داخلين بالسحب، ونو يعني نو. نحن رح ناخد بريك قصير ومنرجع لكم مع نتائج، انطرونا. معكم لحتى نتابع القسم الثاني من حلقتنا لليلة، وصار وقت النتائج. طبعا هلأ صار وقت نعرف إذا في حدا ربح بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية، كم حدا ربحان، يعني كلنا محرقصين لحتى نعرف. ولكن قبل ما ننتقل للنتيجة بدي أقول مبروك للسيد جبران عويجان يلي ربح معنا بالسحب رقم 1876 بالمرتبة الثانية 147 مليون ونص كاش. عنا كمان مبروك تاني للسيد ميشيل فضول ربح معنا بالسحب رقم 1877 كمان مرتبة تانية 27 مليون ليرة كاش. وكمان عنا مبروك ثالثة للسيد سليم منعم يلي ربح معنا بالسحب رقم 1877 مرتبة تانية كمان 27 مليون ليرة كاش. حلو نبلش هيك القسم الثاني بالمبروك، بركة منكمل لنشوف، ما حدا بيعرف. هلا رح نرجع نتأكد أنا وياكم من أرقام اللوتو مع مدام كريستال، تفضلي. الأرقام الرابحة لسحب لوتو 1879 لنهار التنين 1 أدار 2021 هن 33 36 22 4 16 34، والطابة السابعة الإضافية للجائزة الثانية هي 41. إذن شفنا أنا وياكم مرة جديدة الأرقام، المرتبة الأولى لليلة كتير عالية وإلى زمان ما وصلت لهالقيمة، وعم تتراكم وتتراكم. شو وضع المرتبة الأولى لليلة؟ ما في عنا مرتبة أولى وما في مرتبة تانية، يعني مكفيين مع التراكم. بالنسبة للمرتبة الثالثة في عنا 33 شبكة بيربحوا 2,695,045 ليرة لبنانية. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,711 شبكة بيربحوا حوالي 52,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة في عنا 26,285 شبكة بيربحوا 8,000 ليرة على القد. إذن مبروك لكل يلي ربحوا بالمرتبة الثالثة الرابعة والخامسة، مش مشكل، الجائزة بعدها عم تتراكم، تقدروا ترجعوا تجربوا حظكم معنا بالسحب اللي جاي. هلأ من اللوتو رح ننتقل أنا وياكم لزيد ونرجع نتأكد من الرقم الرابح كمان. إليك مدام كريستال. سحب زيد رقم 1879 لنهار التنين 1 أدار 2021 هو 09593. إذن هذا هو الرقم الرابح لزيد. ننتقل فورا إلى التابلو. تابلو زيد لليلة، المرتبة الأولى، إن ربحت المرتبة الأولى بزيد ألف مبروك، بتتقسم على 4 شبكات بيربحوا 12,934,785 ليرة لبنانية. كل شبكة بتنتهي ب 9593 بتربح 450,000 ليرة، 593 بتربح 45,000 ليرة، و 93 4,000 ليرة. من وين ربحوا الشبكات بزيد؟ أول شبكة لوتو الحج برياء، جورج إسبر بترابلس، ترابوا عين الرمانة، وفريدي سال بجديدة من كل المناطق اللبنانية. رح نرجع هلأ أنا وياكم نشوف الجوائز بخصوص سحب الرجال مع مدام كريستال. بالنسبة للمرتبة الأولى هي حتكون فوق 6 مليار، والمرتبة الثانية حتكون حوالي 300 مليون، بالنسبة لزيد، بالنسبة لزيد حوالي 50 مليون. إذن هودي هن الجوائز لحتى يكون لكم حصة وتفوتوا بفرصة الربح. تكسوا لقونا، باي.